بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيجي حبايب مش شيماء، وحشتوني كتير قوي. يا رب نتقابل على خير بإذن الله. يلا خلاص المدارس قربت اهي، ربنا يبعد عنا الوباء والابتلاء بإذن الله. النهاردة هنعمل حاجة جميلة مع بعض. شايفين المقلمة الجميلة دي؟ هنعمل واحدة زيها علشان ما نغرمش بابا ولا ماما، واحنا نقدر نعمل حاجتنا في البيت. يلا معايا نشوف عملناها ازاي ونعمل واحدة زيها بالظبط، بس طبعا لازم يكون بمساعدة حد كبير معانا، ماما او بابا. يلا معانا هنجيب فرخ فوم جليتر صغير بالحجم ده بالظبط، هنبتدي نجيب ظهره. هنبتدي هتيجي هنتني النص اللي تحت اكبر شوية من النص اللي فوق، هيبقى معانا بنفس الشكل ده اهو. هنبتدي نتني كده عشان نكون عملنا علامة. طيب احنا عايزينه ما يبقاش لزق كده على بعض او مش باين، هنعمل ايه؟ هنبتدي نعمل من الجناب من هنا ومن هنا اسطوانة. ايه هي الاسطوانة دي؟ هنجيب فرخ فوم تاني اهو بالشكل ده، ولازم يكونوا الوان ماشية وشيك مع بعض. هنبتدي تيجي نعمل ايه؟ هنبتدي نحط هنا كده اهو، نعمل علامة بالقلم. يلا معايا واحدة واحدة، وعايزه اشوف مين اللي هيعمل لي واحده جميله ويبعت لي الفيديو عشان يبقى ليه عندي هديه كويسه اول ما يجي المدرسه، ويقول لي يا مس انا عملت المقلمه بتاعتي بايدي. يلا هنبتدي نعمل ايه؟ كيجي هنبتدي نقص، نشوف هنعمل اسطوانه مع بعض. اللي انا بعملها دي اسمها اسطوانه، هنقص كده مربع زي ده كده باي مقاس، مش هيفرق بالحجم ده كده. هنبتدي نحطهم على بعض كده، نقسمهم نصين، شايفين الشكل ده، وهنبتدي نقص تاني. دي كده اسطوانه ودي اسطوانه. ايه بقى اسطوانه؟ يعني اسطوانه، اسطوانه يعني شكل دائري كده اهو. يجي معايا احنا طبعا قسنا ده قد ده بالظبط، وتنينا عشان نكون علمنا بالشكل ده. تعالوا بقى ايه نبتدي نفتحها تاني. هنحط الاسطوانه دي ازاي؟ اهي مفروده اهي اهي، وهنبتدي نتنيها بالنص بالظبط كده كده اهو، وهندخلها كده اهو اهو. يلا عشان تشوفوا معايا، يلا هنبتدي نستخدم المسدس الشمع، وخلوا بالكم من ايديكم، لازم يكون معانا حد كبير هو اللي يساعدنا، عشان انا بخاف عليكم جدا من سخونة المسدس. ولو عندنا مادة لاصقة في البيت غير المسدس يكون افضل برضو، علشان ربنا يحمينا ويحفظنا يا رب ما نتلسعش. احنا كده ايه تنينا ولزقنا كده، ندوس عليها جامد. يلا هنبتدي برضو الحروف علشان نضمن ان المقلمة تعيش معانا طول السنة ومش يجرى لها حاجة خالص خالص. يلا من كل الجوانب كده اهو بالشكل ده، زي ما عملنا هنا بالظبط هنعمل الجنب التاني. يلا مع بعض هنمشي خطوة خطوة، تنينا الاسطوانة بتاعتنا اهو، شايفين؟ هنبتدي نحطها هنا كده من عند النص اهو الحرف بالظبط، وهنبتدي نلزق. يلا كده يلا مع بعض، يلا نلزق كده. مين الشطور اللي هيجيب معايا الخامات؟ واكيد كلنا عندنا الحاجات دي في البيت. وهنبتدي نلزق كده، يلا وهنعمل مع بعض احلى مقلمة ونفرح بيها ماما وبابا، وما نشتريش حاجة من بره. كده يكيجي مع بعض لزقنا الجنب ده والجنب ده، بس هما لسه مفتوحين اهو. عشان هنعمل ايه تاني؟ هنبتدي نتني الجزء الاخير اللي هو الجزء الاكبر على فوق كده اهو. يلا وهنبتدي نلزق تاني، يلا مع بعض. يلا كده هنبتدي نلزق وندوس شوية كده. يلا هنبتدي نعمل الجنب التاني زي ما عملنا الجنب ده بالظبط. اهو
يلا كده. بعد كده فاضل عندنا ايه بعد ما لزقت اهو بقى شكلها جميل اهو، هنبتدي نتني الجزء اللي فوق بنفس الطريقه اللي تنينا بيها الجزء اللي تحت. طبعا كده عايزين حاجه تلزقها، عندنا ايه؟ عندنا ده سكوتش بيجي كده بالمتر من المكتبه، احنا ممكن نجيب منه كميه صغيره جدا هنلزقهم على بعض، بيكون جنب ناعم وجنب خشن اهو، هنلزقهم على بعض بالشكل ده يجي مع بعض. يلا نلزق الجنب الناعم على جنب الخشن وهنبتدي نقص حتة صغيرة كده. عندي الجنب الخشن بيكون تحت هنا، بس انا طبعا هخلي الاتنين كده على بعض وهنبتدي نلزق، هنلزقهم على بعض ونخلي الجنب الخشن هو اللي تحت هنا قدامنا. طبعا هنكتر هنا الشمع شوية، وزي ما قلت لازم بابا او ماما يكونوا قاعدين معايا او اخويا الكبير عشان لازم هو اللي يتحكم في المسدس. نكتر الشمع شوية اهو، نيجي نقفل كده عشان نقيس المسافة بتاعتنا، نحط صباعنا كده في النص ونبتدي نلزق كده جامد. هنبتدي كيجي هنحط شمع كتير عشان ده مكان احنا بنستخدمه كتير، وهنفتح ونقفل كذا مرة، وعايزين ما يبصش مننا خالص والمقلمة تعيش معانا فترة طويلة قوي. هنحط ايدينا كده شوية لحد ما يلزق، وكده بقى شكل المقلمة معانا. طبعا مش هنسيبها كده، طبعا هنعمل لها ايه استرسات حلوة وهنعمل لها وردات جميلة. تعالوا نشوف الوردة بتعمل معايا ازاي، نفس الفرخ الفوم اهو، وهنعمل مع بعض احلى ورده لاحلى اطفال كيجي. شوفوا هنعمل ايه كيجي، انا هقف هنا كده في النص، لازم اسيب مسافه من هنا ولازم اسيب اي مسافه من هنا، وهبتدي هعمل دواير صغيره كده اهو اهو كده 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 مع بعض. دواير لازم تكون لازقه في بعض كده كده، نص دايره في نص دايره نص دايره اهو كده. دي طريقة الوردة الجميلة، هنقص وهنعمل أحلى وردة، والوردة دي ممكن كمان لما نتعلمها بنستخدمها في حاجات كتيرة قوي، نزوق بيها حاجات في الشقة، نزوق بيها شنطة المدرسة. ده الشكل بتاعنا يا كيجي، تعالوا نشوف هنقصه ازاي. طبعا المقص لازم يكون مقص صغير ويكون مقص ينفع للأطفال عشان نتعلم مع بعض اهو. هنبتدي نقص الدوائر كده زي ما هي، هنمشي على خط القلم بالظبط. هنمشي على الوردة كلها، وخط القلم حتى لو بان في الوردة بيدي شكل جمالي من على حرف جميل ما يقلقناش خالص. يلا معايا هنفضل ماشيين كده على حرف الوردة. معلش انا بعمل بسرعة شوية عشان مش عايزة اطول عليكم في الفيديو. خلاص قربنا نخلص، احنا ما بنعملش حاجة يا كيجي غير ان احنا هنفضل ماشيين على النص دايرة اللي انا عاملاها بالقلم اهو، لحد ما نوصل لايه لاول دايرة انا عملتها في النص. هنبتدي هنقص الزيادة دي اهو، طبعا هنخليها عشان احنا عنا عندنا مش بنرمي حاجة خالص. ادي شايفين شكل الوردة بقت عاملة ازاي معانا، تيجي بقى نشوف هنلفها ازاي. هنبتدي يا كيجي من اول دايرة انا عملتها اهي اهي بالشكل ده كده، وهبتدي الف
كده كده. شايفين انا بلف ازاي يا كيجي؟ اول واحده معايا اهي، ممكن كمان الزقها كده علشان اخلص بسرعه واتحكم فيها. مش هعمل حاجه يا كيجي غير اني هفضل الف اهي، هي كده هتلزق معايا. شايفين الشكل ده؟ انا ماشيه ايه واحده واحده اهو عشان تعرفوا معايا الطريقه. هتطلع معايا ورده جميله قوي ان شاء الله كده اهي. تيجي خلصنا وردتنا الجميله، تعالوا نلزقها بقى علشان تبقى ثابته بالشكل ده وبالشمع كده. ممكن نيجي كمان من هنا كده ايه، نحط نقطه شمع عشان وردتنا تبقى ثابته وتبقى جميله. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ الخطوه الثانيه ان انا هجيب المقلمه بتاعتي الجميله وهحط لها اجمل ورده لاجمل اطفال كيجي. الورده بتاعتنا اهي، وهنلزقها بالشكل ده كده. نحط ايدينا عليها شويه لان الشمع بياخد وقت علشان يلزق. ممكن نشوف بقى ايه الاستراسات اللي عندنا في البيت. استراس يا كيجي اي فصوص اهي. انا عندي فصوص بالشكل ده، شكلها جميل خالص. يلا تعالوا نشوف نلزقها ازاي مع بعض. عايزين حاجتنا تبقى شكلها جميل، واتمنى تقولي بها المدرسة، مش عايزة حد يشتري خالص. يلا هنبتدي نلزق كده. اي شكل فصوص عندك، وحتى لو اشتريناها الفصوص دي مش غالية خالص ومش مكلفة. وطبعا احنا كده عملنا مقلمة في حدود لا يعني لا تتعدى الخمسة جنيه. بدل ما نروح نشتريها حاليا المقالم الكويسة بخمسين وبستين جنيه، طب احنا ليه نغرم لما ممكن نعمل حاجتنا بايدينا؟ وعلى فكرة يعني حتى لو الفوم ضعيف شوية ممكن نعمل اتنين يكفونا طول السنة، وبألوان مختلفة وأشكال مختلفة. وأنا معاكم لو في أي استفسار كلموني، وممكن نعمل مع بعض أشكال تانية كتيرة خالص. هيا تيجي هنمشي على حرف المقلمة، وبقى عندنا أحلى مقلمة. معلش عشان انا ايدي بس مليانه جليتر، مش عارفه اتحكم في الحاجه قوي اهو. مع بعض يلا. عايزه اشوف حبايب مش شيماء مين اللي هيجي السنه دي عامل المقلمه بتاعته بايديه. مش هنجيب من بره ولا هنشتري؟ بالشكل الجميل ده عايزين نلزق الورده بتاعتنا حلو عشان نضمن ان هي ما تتفكش خالص. طبعا انا بحاول اعمل بسرعه عشان يعني ما اعملش فيديو طويل عليكم. هنيجي هنا في النص وهنبتدي نعمل استرصايه شكل تاني او لون تاني في الورده الجميله دي بالشكل ده كده. وهيبقى معانا يا كيجي احلى مقلمة ينفع ان احنا نستخدمها ونحط فيها اقلامنا اهي بالشكل الجميل ده. اي قلم اي قلم عندي وبقت عندنا احلى مقلمة. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير وشغل جديد في مدرسة الفاروق، وربنا يجمعنا دايما على خير ويبعد عننا الوباء والابتلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.